برياكياليز ماسل هي العضلة الثالثة من العضلات اللي موجودة في الجزء العلوي من الدراع. البرياكياليز ماسل من أهم العضلات اللي موجودة على السطح الأمامي لمفصل الكوع، لأنها العضلة المتحكمة الأولى في تني مفصل الكوع. والأوريجين بالنسبة للبرياكياليز ماسل هو السطح الأمامي لأسفل العضد، والإنسيرشن هو الألنر توبرستي والكورونويد بروسيس. وظيفة البراكاليز ماسل زي ما قلنا العضلة المتحكمة الأولى في تاني مفصل الكوع فليكشن اوف ذا إلبو جوينت.